السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق اسمه ريد، تطبيق قوي جدا، يعني لما جربناه واشتغلنا بيه في كذا اجتماع الناس كانت مذهولة ان انت بتشغله واثناء الاجتماع هو قاعد معاك كأي ضيف وما بيتكلمش ولا بيعمل حاجة خالص، لكن اول ما الاجتماع ما يخلص بيبعت لك ايميل يقول لك والله انتوا اتكلمتوا في كذا وكل واحد مكلف بايه، يعني احمد المفروض ان هو يعمل كذا، فلان لازم يبعت ايميل. فدي كانت حاجة جميلة جدا، ممكن حاجة تتقال وانا انسى ايه المطلوب مني. فبعد ما خلصت الاجتماع بعتها للفريق، فكان مبسوط جدا بالتجربه ديت ان الذكاء الاصطناعي موجود وفي الاخر بيروح بعت لي ملخص للاجتماع يقول لي والله اهم النقط اللي اتكلمتوا فيها، طب مين اللي المفروض يعمل ايه وهكذا، فبيلخص لك الاجتماع كان ماشي ازاي واهم المواضيع اللي اتكلمتوا فيها والاكشن، المفروض فلان هيعمل مثلا يحسن كذا وفلان هيعمل كذا داتا كولكشن، وايه الاسئله اللي اتطرحت، فلان سال سؤال كذا وفي اني ثانيه، بحيث تقدر ان انت تدوس عليها فترجع للثانيه اللي اتقالت فيها الكلام دوت، ولو في اي نوتس تقدر ان انت تحطها هنا اهيت، وبيكتب لي برضو الكلام نفسه اللي اتقال في الميتنج. فدي حاجه كويسه، مش مجرد بس بيكتب وخلاص، لا ده هو بيقول لي ايه اللي مطلوب من كل واحد في التيم هيعمل ايه، ده المفروض هيبعت ايميل وده هيستقبل ايميل وحاجات زي كده. فممتاز جدا عن تجربة، تقدر تشغله مع حاجات كتير جدا، يعني ممكن تربطه بالجوجل كاليندر بحيث ان اي اجتماع يبقى جاهز وحاضر وكل حاجة، مايكروسوفت اوتلوك، الزوم كاليندر، دي الحاجات الخاصة بالكاليندر. في الانتاجية ممكن تربطه مثلا مع الجيميل. طيب الاجتماع برضو كل حاجة بقى، لو عندك زوم لو عندك اي حاجة موجودة يقدر ان هو تيم يقدر ان هو يربط نفسه بيها، فانت ممكن تربطه باغلب البرامج اللي انت بتشتغل بيها بحيث يكون موجود معاك على طول. انا جربته مع زوم وكان فوق الرائع، فوق الرائع فعلا، يعني لخص لي كل حاجه واداني النقط اللي احنا المفروض نشتغل عليها ويساعدني جدا في الموضوع دوت. فاتمنى ان شاء الله يعجبكم. الموضوع بسيط، يعني انت مجرد ان انت بس ايه بتسطبه، تمام، ممكن تضيفه لجوجل كروم يبقى موجود معاك في اي وقت، وانت هتحس بس ايه ان انت المفروض اتنين في الاجتماع، لا مع واحد تالت اللي هو وريد، وريد اوتوماتيك بيبعت لك ايميل، يعني مش هتطلب منك حاجه خالص، هيبعت لك ايميل يقول لك والله انا لخصت لك الميتنج اللي اتقال واهم النقاط واهم كل حاجه.